في تاني يوم حلف جميل، قلت هدخل على قصر العيد بالليل، هدخل فين بالليل؟ طوارئ. دخلت قلبي وجعني، لو كنا مشينا زي ما احنا ولا خمس ست سبع سنين مسكنا اكتر. لا ما عندناش وقت بقى، ما عندناش وقت. هما شهرين برنامج زمني اتحط. انا بقول ليه؟ لان الكل اشتغل سنه. مجلس الوزراء كونت خليه للقصر العيني، محافظه القاهره، الامن العام، انا بقول الناس اللي اشتغل، وزاره الصحه، التعليم العالي، القصر العيني، كله هجم تعبئه كامله وعدو معروف هننسف الاهمال، هننسف التخاذل، هننسف البيروقراطيه ونسفناها.